السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التربية تعلن شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام الفردي. أعلنت وزارة التربية عن شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام الفردي، وقالت الوزارة أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية تؤكد شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام الفردي للعام الدراسي 2023-2024. تجاء في الكتاب أن طلبة الانتساب للعام الدراسي 2023-2024 مشمولين بالإعفاء العام الفردي كون لديهم درجة الفصل الأول ونصف السنة ودرجة الفصل الثاني تساوي درجة السعر السنوي لاتخاذ ما يلزم العمل بموجبه مع وافر التقدير. نعمة حربي لفتة، معاون المدير العام، 8/4/2024. التربية تعلن اطلاق حملة كبرى لقاح كبرى لمرض الحصبة في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال. اعلنت وزارة التربية اطلاق حملة لقاح كبرى لمرض الحصبة في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال، وذكر بيان للوزارة ان وزارة التربية وبتعاون مع وزارة الصحة اعلنت عن اطلاق حملة لقاح كبرى لمدارس الابتدائية ورياض الاطفال الحصبة المختلطة من دون استثناء بعيدا عن الموقف في التلقيح بدءا من 14 نيسان 2024. أضاف أن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام.